لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف ونبدأ بالعناوين. في صحيفة المدى، تصفية الحسابات عبر النزاعات العشائرية والتفجيرات تتفاقم في ذي قار. في صحيفة ذا انترست، كولين باول كان رجلا طيبا ولكنه دمر العراق وخانته الشجاعة في لحظة قول الحق. في القدس العربي، بغداد إغلاق مداخل المنطقة الخضراء وسط انتشار أمني. في عربي 21، احتجاجات قرب المنطقة الخضراء وقضاء العراق يرفض الطعون. في فورين أفيرز، روسيا ليست القوة العظمى بالشرق الأوسط، وعلى واشنطن التوقف عن تضخيم دورها. في صحيفة الجارديان، العراقيون يربطون كولين باول بدمار بلدهم إلا الأكراد، فهو حاضر في ذاكرتهم. في لوفيغارو، ماكرون يريد الإعلان عن بناء 6 مفاعلات نووية قبل عيد الميلاد. السلام عليكم. عن انتخابات العراق ومخاطر دفن الرؤوس في الرمال جاءت افتتاحية صحيفة القدس العربي. فإذا كان سلوكا منتظرا أن يسارع الخاسرون في الانتخابات التشريعية العراقية الأخيرة إلى التشكيك في عملياتها والطعن بنتائجها، وهذا ما اعتاد عليه العراقيون في كل انتخابات مماثلة، فإن إصرار القوى والأحزاب السياسية على تجاهل الأسباب الجوهرية وراء انتصار هذا الفريق أو تراجع ذاك الفريق يضيف إلى الهزيمة طابع إغماض العين عن الحقائق وتفضيل دفن الرؤوس في الرمال. ولا يخفى أن هذه الانتخابات الأخيرة مثل سواها التي جرت بعد الغزو الأمريكي للعراق سنة 2003 تظل نتاج الجوانب المختلفة التي فرضها إرث الاحتلال وحكوماته المتعاقبة والتكوينات السياسية التي أسهم في صناعتها أو في تكريسها لصالح المحاصصات المذهبية والطائفية والمناطقية من جهة أولى، وعلى أسس أسبغت شرعية عليا للتبعية الخارجية وسطوة السلاح وهيمنة الميليشيا من جهة ثانية، وكل هذا على حساب مصالح الشعب العراقي وعلى النقيض من حقوقه ومطالبه وآماله، مثلما كانت بوابة لعبور التطرف والتشدد والإرهاب في مختلف عقائده وفصائله. وإذا صح أن عدداً من القوى والتجمعات التي انبثقت عن انتفاضة تشرين الأول أكتوبر 2019 قد حققت مكاسب رمزية في الانتخابات الأخيرة، فإن المؤشر الأكبر والأهم هو أن قوى المجتمع العراقي الحية قاطعت الانتخابات عفوياً بسبب يأسها من الأحزاب وليدة إرث الاحتلال تحديداً، ويقينها بأن غالبية الساسة الزعماء اختلفوا في كثير أو قليل، ولكنهم اتفقوا وتوافقوا على إجهاض الانتفاضة وتفريغ الحراك الشعبي من مضامينه النضالية الحيوية، ومتجاهلين مغزى بالغ الأهمية، وهو أن الفئات الشبابية هي التي تصدرت حركة المقاطعة، فهؤلاء كانوا حملة شعارات التغيير ومطالب الإصلاح ومحاربة الفساد، وهم أيضاً بذلوا أغلى التضحيات وسقط منهم مئات الشهداء في ساحات الاحتجاج والاعتصام. غير مستبعد أن احتكام الخاسرين إلى قواعدهم في الشارع أو التلويح بعواقب وخيمة أو رفع سقوف الطعن في نتائج الانتخابات ليس أكثر من تكتيك دفاعي يستبق المفاوضات المقبلة بصدد تشكيل الحكومة العراقية على نحو يمكن أن يعوض عبر التفاوض ما خسرته بعض القوى في صندوق الاقتراع. ولهذا كله، فإن الأسابيع القليلة المقبلة حبلى بما قد يكون كفيلاً بترسيخ التسويات أو تفجير المخاطر جمعاء. كان هناك سخاء مذهل في الثناء على مجريات انتخابات 10 من تشرين الأول أكتوبر في العراق. اختلطت العبارات والشعارات السياسية بالدينية وحتى التخويفية،
لجأ المرشحون وقادة الأحزاب والميليشيات ومبعوثو الأمم المتحدة وسفراء دول إلى استخدامها كسلاح للتأثير والإقناع الجماعي بضرورة المشاركة في الانتخابات. إنها انتخابات مفصلية مصيرية وتأسيسية وواحدة من أهم العمليات الانتخابية في تاريخ العراق الحديث، لكن الحقيقة مختلفة، تقول الكاتبة هيفاء زنجنة. هذه اللغة الناعمة الرقيقة عن النزاهة والشفافية والمصداقية، وصوتك هو مستقبلك، سرعان ما بدأت بالتبخر تدريجياً بعد إغلاق صناديق الاقتراع وإعلان مفوضية الانتخابات أنها ستعلن النتائج بعد ساعات. تبخرت آخر قطرة من التلاعب بلغة التحشيد السياسي، حل محلها خطاب سياسي يجمع ما بين الترهيب من العواقب والتشكيك بسيرورة الانتخابات التي تمت بحضور أكبر بعثة انتخابية للأمم المتحدة في جميع أنحاء العالم، وبعد إجراء 4 عمليات محاكاة انتخابية وصرف مبالغ خيالية، بعد توقيع كل الأحزاب المشاركة على مدونة قواعد السلوك الانتخابي التي تعهدت بموجبها بنبذ التعصب والعنف وخطاب الكراهية. كل هذا تهاوى لغة وتنظيما وسلوكا، انزاح السراب سريعا وبأسرع مما توقع المراقبون الأمميون حال بدء المفوضية بإعلان النتائج الأولية، الدالة أولا على أقل نسبة مشاركة منذ تأسيس ديمقراطية العملية السياسية إثر الغزو الإنجلو أمريكي للعراق عام 2003، مما يعني أن التكرار الآلي لنفس المفردات والعبارات وإن تمت صياغتها بعناية أصبح أقل فاعلية، خاصة مع تنامي الوعي العام وعدم الثقة بالخطاب السياسي. تشير قراءة مجريات الانتخابات وإعلان نتائجها وردود الأفعال عليها على الرغم من تدني نسبة المشاركة فيها إلى نجاحها الكبير كمسرحية مأساوية كوميدية بعدة فصول بإخراج دولي مشترك وتمثيل محلي. مسرحية تم التهيئ لها إعدادا وتنسيقا ومحاكاة على مدى عام تقريبا، مع توفير التغطية الإعلامية المكثفة لكل خطوة. ويمكن نجاحها الحقيقي في أنها أعادت تدوير ذات الأحزاب بساستها وميليشياتها وفسادها. يقول الكاتب عبد اللطيف السعدون: يريد زعيم تياره في العراق مقتدى الصدر أن يقنعنا بأن مهمة حكومته الأبوية كما أسماها هي تنفيذ البنود التي أطلقها في خطاب النصر عشية ظهور نتائج الانتخابات البرلمانية. معنى ذلك لو صح أنه سيشعل شمعة في آخر النفق الطويل الذي عشنا في ظله 20 عاما، ولو فعل هذا حقا يكون قد انتزع نفسه من غطاء إيران ونأى بها عن الميليشيات والأحزاب التي تدين بالولاء لولاية الفقيه وتلتزم توجيهات طهران. لكن هل يفعلها الصدر وهو المجرب مرات والمعروف بكثرة تناقضاته؟ ثم هل يستطيع أن يطوي شعاره عن تقوية الدين والمذهب وهو الشعار الملغوم الذي سعى إلى تكريسه عملياً منذ صنع غداة الغزو الأمريكي للبلاد ميليشيا جيش المهدي الطائفية التي ولغت بدماء مئات من علماء وأكاديميين ومهنيين وضباط الجيش السابق؟ ألا يحيلنا هذا الشعار إلى رؤية دينية مذهبية ضيقة تنكر الآخر وتكفره وترفض حقه في الاختيار؟ والآخر في العراق متنوع بحكم طبيعة البلاد التاريخية والجغرافية، وقد جمع الهويات الثانوية المختلفة وطن واحد وهوية موحدة، واختزال هذا التنوع التاريخي في دين أو مذهب يعني اختزال الوطن وتقسيمه وتشظيته وإلغاء المواطنة الحرة المتساوية، ويضع في خانة الخصوم المفترضين كل من يعتقد بدين أو مذهب آخر غير ما يعتقد به الصدر. ولكي نوصل الصدر إلى باب الدار كما كان يقول أجدادنا، دعونا نقرأ بعض ما ورد في خطاب النصر. يبلغنا الصدر أن أحد أهداف حكومته القادمة حل الميليشيات وحصر السلاح بيد الدولة، وهو أول من حاول أن يشرعن سلطة الميليشيات بدايات الغزو الأمريكي، إذ أنشأ جيش المهدي ثم لواء اليوم الموعود
وبعدهما سرايا السلام وصولا إلى القبعات الزرق التي فتكت بثوار تشرين وقتلت وأصابت العشرات منهم، وفي كل مرة يظهر الصدر لينكر ما فعلته تلك الميليشيات بالناس ويلقي المسؤولية على بعض من مقربيه ويبعدهم عن حظيرته، لكنه سرعان ما يعفو عنهم بعد حين ويعيدهم إليها. كيف يمكننا أن نصدق إذن وعده لنا وفي ذاكرتنا تلك المشاهد السوداء المخضبة بالدم؟ أما كان بإمكانه أولاً أن يبرهن على ذلك عملياً فيقدم على حل ميليشياته ويضع أسلحته بيد الدولة؟ يضيف الكاتب في صحيفة العربي الجديد: يذكرنا الصدر بحكاية هيبة الدولة معبراً عن حرصه على إعادتها، وهو واحد ممن سقطت هيبة الدولة على أيديهم وباتت في خبر كان، وشواهد أكثر من أن تحصى. في صحيفة المدى يقول علي حسين: إن المشكلة الكبرى في هذه البلاد أن الجميع يتحدث بالقانون لكنه يرفض التمييز بين العدالة والكوميديا. في الدول العادية يكون القانون سيفا قاطعا لمحاربة الانتهازية ونهب أموال الدولة والضحك على المواطنين، أما في بلاد الرافدين فأكثر ما يخشاه المواطن هو أن يتحدث المسؤول أو السياسي بالقانون ويفصله حسب مقاسه. ولأن المواطن ليس صاحب نفوذ وقوة وسلطان، فهو يخشى أن يزاحم أصحاب القرار على العيش باطمئنان، فمثل هذه الكلمات أصبحت من الكماليات: بالأمس قادني حظي لمشاهدة أحد برامج الردح السياسي حيث تدور معارك المصير وتنشد المعلقات في حب الأحزاب بعد أن كانت تنشد في حب الوطن قبل فتح صناديق الانتخابات. في البرنامج الذي كان يناقش نتائج الانتخابات رفض النائب السابق علي صبحي المالكي أن يقدم كسياسي، فهو جاء إلى البرلمان مثلما أخبرنا بصفة مواطن يدافع عن المواطنين وحقوقهم. ولا يأخذنا الظن بعيداً وتعتقدون أن النائب السابق جاء ليطرح مشكلة الخدمات والفقر والبطالة والأموال التي نهبت، هذه كلها قشور، فالموضوع الأساسي هو الأصوات التي أعطتها الملايين لدولة القانون وسرقتها مفوضية الانتخابات. هذا هو أقصى طموحات المواطنين، البحث عن أصوات السيد صبحي المالكي. وكنت سأعتبر الأمر نكتة لولا ما تحدث به محمد الجبوري عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة، والذي أخبرنا مشكوراً أن غيابهم عن البرلمان ربما يؤدي إلى حرب أهلية. والحل يا سيدي الجبوري، يجيبنا مشكوراً: اتفقنا على إعادة الانتخابات العام القادم. إذن عليك عزيزي المواطن أن تعتبر الانتخابات التي جرت قبل أيام بروفا ديمقراطية، وهذا أقصى ما تعدنا به الكتل السياسية، إما الذهاب إلى حرب أهلية أو إعادة الانتخابات. لم يصل الأمر في أسوأ البلدان الديمقراطية إلى مطالبة الناس بمبدأ إعادة الانتخابات، ولكن هذا ما يحدث في العراق. الإعادة فيها فوائد كثيرة، حتى أننا أعدنا انتخاب عاليا صيف لأكثر من مرة كما يقول الكاتب. علق الكاتب بيتر ماس في موقع The Interest على رحيل وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولين باول بقوله: كان رجلا طيبا دمر العراق، فكوزير الخارجية كذب حول امتلاك العراق أسلحة الدمار الشامل. القصة مختلفة بالنسبة لملايين العراقيين، ولن يشتركوا في هذا الشعور، فالكثير عبر عن حزنه لوفاته قبل محاكمته على جرائمه التي ارتكبها بحق العراق والعراقيين وفي العراق، حيث أكد في تغريدته أن عدالة السماء ستنال منه. وعادة ما يشير أصدقاء باول في أمريكا وبلطف إلى ندمه على أهم قرار مؤثر في حياته، ففي الخامس من شباط فبراير من عام 2003 قدم باول خطاباً من 76 دقيقة في مجلس الأمن الدولي، حاول فيه تبرير قضية إدارة بوش لغزو العراق، وأكد أن الزعيم العراقي صدام حسين يشرف على برنامج سري لإنتاج أسلحة الدمار الشامل،
ولوح باول أثناء كلمته بصور التقطتها الأقمار الاصطناعية، وكان واثقاً أنها صور لشاحنات وأنابيب ألمنيوم وغير ذلك من الأدوات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، بل وحمل في يده قارورة قال إنها تحتوي على غاز إنثراكس. وكانت هناك مشكلة في كل ما قدمه من حقائق التي كانت في الحقيقة أكاذيب، وكانت المعلومات الاستخباراتية التي قدمها غير ما أكد، فهي خاطئة ومزيفة وتم التلاعب فيها. فالشاحنات هي شاحنات عادية، والأنابيب هي أنابيب عادية، والأهم من كل هذا فلا يوجد هناك أي سبب حقيقي يدعو لغزو العراق. ومع ذلك والفضل يعود لمرافعة باول، مضت إدارة بوش في خططها وغزت العراق، وفي الكارثة التي أعقبت هذا قتل مئات الآلاف من العراقيين. وفي مقال معمق نشره العام الماضي روبرت درابر تابع فيه النتائج التي كان يمكن أن يؤدي إليها موقف باول أشهر شخصية في حكومة بوش ما بعد هجمات 11 من أيلول سبتمبر لو قال الحقيقة. ماذا لو قال بنفس الصوت الذي أعلن على الملأ أهمية غزو العراق؟ لبوش في حديث خاص معه أن الحرب هي خطأ وستترك نتائج غير محسوبة، كما اعترف لاحقا. ماذا لو رفض طلب بوش التحدث في الأمم المتحدة؟ وكان هذا يعني استقالة باول ومعه الفريق الذي يتعامل مع الموضوع العراقي. ناقش الباحثان فريدريك وهري وأندرو دبليو ويز في مقال نشرته دورية فورين أفيرز قالا فيه إن روسيا ليست قوة عظمى في الشرق الأوسط، وعلى واشنطن ألا تبالغ بتهديد موسكو. وأشار في البداية إلى العرض العسكري السنوي في العاصمة الروسية في شهر آب أغسطس الذي لم تدخر فيه وزارة الدفاع وسعا لعرض آخر ما لديها من معدات عسكرية. في العالم العربي تحديداً، فطموحات روسيا الواسعة تتفوق على تأثيرها الحقيقي، ولهذا فعل صناع السياسة الأمريكيين تجنب المبالغة في قدرات روسيا في الشرق الأوسط، وهم يحاولون التعافي من كارثة أفغانستان وتطمين الشركاء وإعادة التركيز العسكري الأمريكي باتجاه آسيا. كل هذا لا يعني تجاوز الدور الروسي في المنطقة، فبناءً على بعض التقديرات فالوجود هذا هائل، فقد نشرت موسكو قوات عسكرية ومرتزقة في ليبيا وسوريا اللتين دمرتهما الحرب، مما أكد قدرتها على ملء الفراغ الذي خلفته وراءها واشنطن. واستخدمت روسيا عدة طرق لكي تدمج نفسها في نسيج شمال أفريقيا والمشرق والخليج، فهي تبيع السلاح إلى دول مثل الجزائر ومصر والعراق، وعملت بشكل قريب مع السعوديين في سوق النفط العالمي من خلال ترتيب أوبك بلس. ويتحدث القادة الروس والإسرائيليون عن العلاقة الوثيقة بينهما في وقت يحاولون فيه تجنب التعثر ببعضهم البعض في سوريا. وتدير موسكو هذه الغزوات العسكرية والدبلوماسية بكلفة قليلة ورشاقة تامة، ولا يخشى فلاديمير بوتين من مراقبة البرلمان أو الإعلام الحر، مما يعني أن السياسة الروسية في المنطقة لا تعاني من ردة فعل سلبية أو تداعيات انتهاكات حقوق الإنسان. وتمثل سوريا وليبيا مثالين واضحين حول المنافع التي تجلبها السياسة هذه على روسيا، فمن خلال استعدادها للتعامل مع أنظمة ولاعبين مكروهين ولا يمكن للغرب التعامل معهم، أصبحت موسكو وسيطاً مهماً في النزاعين. ذكرت وسائل إعلام يابانية أن بركان جبل آسو في جنوب غربي البلاد ثار صباح الأربعاء، وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية أن الثوران تسببا في قذف سحب كثيفة من الرماد يصل ارتفاعها إلى 3500 متر في الهواء. وحذرت هيئة الأرصاد الجوية في البلاد سكان المنطقة المحيطة في كيوشو الجزيرة الرئيسة في جنوب غربي اليابان من الاقتراب من البركان الذي يبلغ ارتفاعه 1592 متراً تحت أي ظرف.
يشار إلى أن اليابان موطن لأكثر من 100 من البراكين النشطة، منها 50 يتم رصدها باستمرار. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نلقاكم بإذن الله.